أعتقد سيادتك وتقول به الآن، المدرسة الأزهرية تعتنقه؟ بمعنى هل لديهم إحساس بأن هناك تعادلية ما بين فروع العلم، أنه فرض كفاية على كل فروع العلم؟ مقصدي هذا، العقلية الأزهرية هل تستوعب هذا التطور الحاصل في المجتمع الذي يجعل من علم الذكاء الاصطناعي مقدم على علوم أخرى، أو يجعل من علوم الاتصالات مقدمة على علوم أخرى، أو يجعل أيضا من علوم الفقه موازية أو مكملة لهذا؟ بلا شك العقلية الأزهرية عقلية مستوعبة من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر، والذي ينظر في تاريخ الأزهر الشريف وفي تاريخ علمائه ومناهج الأزهر الشريف يلحظ بأن هذا الفهم وهذا الطرح هو موجود باستمرار في، احنا جايبينه منهم من الأزهر، مع يعني احنا ما جبناهوش من بره، يعني هو ليه طرح الأزهر الشريف اللي هو يقول بتساوي العلوم على حد سواء في خدمة البشرية، باعتبار أن التكليف الإلهي صدر وأمرنا جميعا بأن نتفقه في الدين وأن نتفقه في الدنيا وأن نوجد علوما تخدم بنيان الله سبحانه وتعالى وتعمير هذه الأرض. هذا كله تكليف وورثناه من فهمنا لمناهج الأزهر الشريف. وهناك يعني طرح كبير جدا لأئمة من علماء المسلمين في قضايا عديدة جدا، يمكن سيادتك مثلا على مستوى الإفتاء وعلى مستوى الأزهر الشريف، يمكن سيادتك في تطور مثلا معين في ترجمة القرآن الكريم. صحيح كان البعض ينظر لها بأن هي ترجمة المعاني طبعا من القرآن الكريم، كان ينظر لها نظرة سلبية من بعض علماء الدين يعني، لكن هناك أيضا من تصدى لهذا الطرح وهو اللي فاهم لمنهجية الأزهر الشريف، زي مثلا الشيخ الشلتوت، الشيخ محمد مصطفى المراغي، الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد بخيت المطيعي. وشوف الشيخ محمد بخيت المطيعي وهو مفتي الديار المصرية رقم 4 تقريبا، في يعني الشيخ حسونة والشيخ محمد عبده والشيخ بكر السلفي والشيخ محمد بخيت المطيعي، لما تقرأ له الشيخ محمد بخيت المطيعي وترى سيرته الذاتية بتلحظ بأنه أصولي يعني أصولي قح، ومع ذلك عندما يتعرض لقضايا عصره ويبحث في قضايا التطورات الموجودة في أوائل القرن العشرين من التصوير، من التلغراف، من الوسائل التي وجدت في هذا، الكاتبة مثلا اللي كان حوالينا فتاوى عديدة، بتلحظ الطباعة في حد ذاتها، يعني بتلحظ بأن فيه مواقف معينة. لكن لما تأتي إلى العلماء اللي هم على رأس الفتوى وعلى رأس الأزهر الشريف بتلاحظ العقلية منفتحة كبيرة جدا، لا يخاصم عصره، لا يخاصم عصره. ده الشيخ محمد بخيت المطيعي لما تبحث في هذه القضايا لما ألف فيها مؤلفات، يعني مؤلف في التصوير ومؤلف في التلغراف ده ومؤلف في قضايا كثيرة جدا، تطورات حدثت في زمنه لم يكن لأحد أن يدلي بحكم شرعي في هذه المسائل بهذه العقلية المنضبطة المتطورة، يعني هي متصلة بدلالات النص الشرعي ومرامي النص الشرعي، ولكنها لم تقف متحجرة وإنما استوعبت قضايا العصر وأعطت لكل مسألة من المسائل حكما شرعيا. الشيخ محمد مصطفى المراغي مثلا وهو تلميذ للشيخ محمد عبده في قضايا حتى المجتمع، في قضايا مجتمعية كان له باع طويل للغاية وربما هو مأسور عنه كلمة الآن لو احنا عايزين نحطها عنوان مرحلة الفكر الأزهري، اللي هو يقول بأننا لن نقف أبدا، نحن كعلماء لن نقف أبدا عاجزين أمام التطورات المجتمعية ولا التطورات الاقتصادية ولا تطور المجتمع على وجه العموم، لن نقف مكتوف الأيدي، بل عندنا من الشريعة الإسلامية فيها من السعة ومن البراح ومن العطاء ما لا يمكن أن يقف عند حد، بس أنتوا كل واحد فيه تخصصه ائتوني. لما هو سيادتك في يعني قال هذه الجملة، ائتوني بأي قانون آتيكم بما يوافقه من الفقه الإسلامي، هذه عبارة تقف أمامها طويلا، كيف لك أن تعالج التطورات المجتمعية وكيف تأتي أنت بما يوافق؟ إذن كأنه يقرأ أولا
التراث ويقرأ النص الشرعي ويقرأ الدلالات ويقرأ العلوم المختلفة المتعلقة بالنص الشرعي، ويقول بكل ذلك وبعقليتنا نحن التي تكونت تكوينا علميا أزهريا لن نقف أبدا يعني عقبة ضد التطور، بل نحن في شريعتنا ما يمكن أن يستوعب ذلك التطور ويحس عليه، مش يستوعبه بس لا يحس عليه، ويقول لك لا ينبغي أن تقف عند قانون معين تجاوزه الزمان ولم يعد يصلح لحال الناس، بل انتقل إلى آخر. طيب ننتقل إلى آخر بأي كيفية؟ قال اختار من أقوال أهل العلم ما تراه محققا لمصلحة الناس.